تخيم أزمة نقص الخبز والمواد الأساسية في تونس على حياة المواطنين، بينما يتراقب التونسيون إجراءات تعدل الأسعار وتشدد الرقابة على عمليات توزيع المواد الأساسية في البلاد. على قارعة الطريق مشهد بات مألوفا لنساء يبعن الخبز للمارة، لكن ما يعوق عملهن هذه الأيام هو نقص التزود بمادة السميد وارتفاع أسعار مادة الزيت والخميرة. ياسر صعبت علينا، صعبت على الأخ. وتكلمي نتاع السميد هذاك هو كاين، عجبك اشري، ما عجبكش انت حر. واحد من زادة مش يبقى بطال هكاك، معناتها هما ما أكل مش احنا ما نبقاوش بطالة، هذيك هما اللي مستغلينها فينا الحكاية هذيك. اشرب ولا طير قرنك. أزمة الخبز في المخابز ونقص الخبز المدعوم وطوابير الانتظار الطويلة دفع التونسيين للتوجه لشراء خبز الطاجين لتوفير الوقت. راضين بالغلاء، خاطر غالي، تاخذ 5 باقيات دينار باش تاخذ خبز تبغى تكلف لك 4-5 آلاف، فهمني؟ اذا كان واحد باش يضيع خدمته على خاطر باش يشد الصف الكوشه زاده مش معقول. نضطر وتوا هكايا الخبز هذا، ولا احنا فما نسالي تقد خبز تبونا فهمت تعمل خبز. انا ديما ناخذ من الخبز هذا، نعطي ما نلقاش الخبز ما ناكلوش خبز في الدار، خبز الفرينه ما ندوروش بيه جنب. الرئيس قيس سعيد وفي مناسبات عدة أرجع فقدان مادة الخبز في البلاد إلى المضاربة والاحتكار ومحاولة اختلاق أزمات لتأجيج الشارع، فيما تشهد البلاد تراجعا في إنتاج الحبوب بسبب العوامل المناخية وتواتر مواسم الجفاف، ما خلق الحاجة لزيادة الطلب على الاستيراد وسط أزمة اقتصادية خانقة. أميمة بن خلف، المشهد، تونس.